تبقى تتحكم في هذه المركبة. اكيد اكيد ابي اعيشك. والله انك ذكي، تدري اني اول ما جيت المركبه حبيتك. ايه اكيد ابغى اتحكم في المركبه عشان اكل لوحدي، ما حد طيب يتدخل فيني ولا حد يجي ولا حد يروح علي. كيف حالك؟ طيب اسمعني. الحين ايه؟ بيجي راعي الدليفري من عجل. عصابه الكلور الاسود. لا 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 لا، هذاك اللي جالك اليوم اللي بقع وجوده هو هنا. ايوه. وش عنده؟ ليش جاي؟ وش يبغى؟ خذ منه هذا العصا التحكم، السيف حقه. لحظة لحظة، جتني إشارة منه، خليني أكلمه. يلا 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 وش ادخل ادخل يلا. ها الو، وين وين؟ ها زين، إذا جاء كيف أقوله؟ وش أقوله؟ أنا قاعد أكلمه. خليك ساكت، جاء بيعطيني إياها على طول كذا ولا بقول له؟ حاجة بقول له في واحد اسمه بوري بياخذها. ها جا هذا هو. زين. اهلا اهلا يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذي الفاضل، وين السيد بوري؟ نعم، وين السيد بوري؟ سيد بوري، سيد ما بوري. ما في حد اسمه سيد بوري. بوري بوري، انا اللي قايل له انه ارسلت رساله انه بيستلمها بوري. يعني انا استلمها؟ ايوه لا تفضحنا. نعم الفاضل، وين السيد بوري؟ ما في سيد بوري، في بوري، انا بوري، سيد ما في. كلور الاسود. وين الدخ بوري؟ يا كلور الاسود. انا بوري. يا اخي تفهم ولا ما تفهم؟ الا افهم يا اخي، وانا اذكى واحد في المركبه واتحداك، اعطني اي سؤال واعطيك اسرع اجابه. ها واحد زائد واحد. واحد زائد واحد يسوي سبعه. سبعه اي سبعه. اسرع اجابه. يا بوري يا بوري، انا قلت لك اسرع اجابه. لا تفضحنا يا بوري. ها وش اقول؟ اللي دلخ، خليك ذكي، خليك الحين. دقيقه، وش كلمه السر؟ وش اقولها؟ وش بوري؟ خروفي خروفي. بس ركز معي، ركز معي، ركز. يلا اللخبطه هذه. يلا يلا بسرعه، عطني كلمه السر بسرعه. كلمه السر والله توها قايلها لي، بس دقيقه. كلمه السر، كلمه السر. دقيقه لو سمحت، انا عندي كلام راس مع نفسي، بروح اتكلم مع نفسي وارجع لك. ممكن اعذرك؟ تكلم مع نفسك. يا جماعه تكفون على الوسم، اعطوني على الوسم، على الوسم. ها جوال هذا حق دبور معي على الوسم، برنامج فضائي 25، ساعدوني. ايش هي كلمة السر عشان اخذ سيف التحكم؟ يا جماعة تكفوني، اقول كلمة السر، ساعدوني. تقول خلاص خلاص، يعني كذا بيساعدونك وبيكتبونها في الهاشتاج. طيب يساعدوني. دبورك نايم، دبورك حقكم نايم. بوري بوري، هاي بتشوف. اسمع اسمع اسمعني. نعم. يا كلور الاسود، ما راح تاخذون سيف التحكم. على فكره سيف التحكم هذا بس مجرد انك تحطه على راس اي شخص. لا لا، انت عقلك وين؟ عقلك دقيقه، عقلي دقيقه دقيقه دقيقه. ايش رايك هنا؟ هذه اسرع اجابه. صح ولا مو صح؟ صح صح، انا قايل لك عقلي هنا على طول. يا كلور الاسود، هذا هو. من هو ذا؟ من هو ذا اللي يكلمني؟ هذا شرشون. هذا شرشون، انا اللي اتواصل معك. قل لي زي كذا. شرشون شرشون، عرف نفسك، عرف نفسك على كلور اسد عشان يعرفك. بوري بوري، تعال يا شرشون. نعم. شرشون، ما تدرون اني يعني صاحب عصابة الكلور الاسود؟ انا اللي اتحكم بالمركبة، فرجاء خاص بالله شيلوا لي هذا. يا اخي شيلوه شيلوه كيفي. بعدين تبي عصا التحكم؟ بوري نعم، تبي عصا التحكم بسرعة. طلع لك الحين. ها 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 ها، ايوه ها ها ها. ايوه طلعت. شوف، قالت جنى المجداوي تقول خروفي خروفي، لابس مثل صوفي. ها وهنا عندك مين هذا؟ قرنين. لا زين، ها صح اللي قلته؟ خطا كمان يا اخي. ها شوف، هنا يقول ندى خروفي 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 خروفي، لابس مثل صوفي، لا قرنين واربع رجلين. بس انت عندك مين؟ الاسود تاثر خروفي خروفي. معلش اسف، كمل كمل. ها شوف شوف خلاص، ها يلا اعطني السيف. خروفي خروفي، لابس مثل صوفي. ما راح اعطيك السيف. اما انا اعطي السيف. طيب شو شو شو، تكفى تكفى، اعطي السيف. ما معناه؟ قلي تكفى تكفى بقى، افقع وجهك. ما عندك المركب هذه؟ كل شيء جاي. طب عندنا، طب عندنا. يا خروفي خروفي، لابس بدل صوفي. طيب ها هذا السيف. ايوه احطه كيف؟ اي اصبر. ها هنا زر التحكم. زر التحكم، انتبه تحطه على راس اي شخص. ليه؟ لانك راح تتحكم فيه. انتبه. ايش؟ احطه على راس اي واحد. خليني اشوفه. يلا دقيقة اصبر. قل قل، انا باخذ السيف. انا باخذ السيف وما راح العب فيه الا بالشيء اللي احنا نستفيد منه، ولا تحط على راس اي شخص. ريتويت على كل كلامك. اخ كثير يا اخ طويل، اخ احفظ كل كلامك. ها يعني ما اسوي كذا ولا لا 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 ولا حطيته.
مين معاي؟ انت مين؟ يا كولر اسود. معك قائد عصابة الاسود. شوف الصراحة طال عمرك، انت يا قائد المركبة مدري شو اسمك الاسود هذا، انا الحين قائدك، من سيدك؟ سيدي سيد دبور، الدلخ دبور. اقول دقيقة، انت ما تفهم، انت مو سيد. من من سيدك؟ السيد دبور. لا حول ولا قوة، انا ابوري يا اخي قلت لك لا تحط على راسي. ما حط على راسك؟ زين اسمعني، اباك تروح تاخذ لك لفتين على 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 الدائرة هذيلا. هذا سيد دبور. بسرعة يلا بسرعة. هاي با ني هذا با با ني هذا با با ني هذا با با ني هذا با با ني. يحيى سيد دبور، يحيى سيد دبور، يحيى سيد دبور، يحيى سيد شرشون. خلاص وش رايك يا شرشون سويت فيه؟ ارجع الوضع الطبيعي. خلاص روح 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 هناك، روح غرفة اكسجين، خليك غرفة اكسجين. يلا روح غرفة اكسجين، وقف هناك شرب هواء لين اجيك. يلا بسرعة بسرعة يا شرشون. والله صراحة انت المتحكم الان. ابوك لا تضحك معي كثير، لا احطه على راسك انت. لا 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 انتبه، تراني انا الحين قائد المركبه. خليه هلا دبور. جاي عندنا حق اكل. هذا جاي كان مضيع وجاء المركبه حقتنا. وش اللي في يدك؟ هذا سيف الذكاء، هذا اختبر ذكاء الشخص اللي امامي. ما شاء الله، تدري انا اختبرت ذكائي؟ تدري كم طلع؟ من قلت لك ما تلعب بغراض فضائي؟ لا 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 لا، قايل لك ما تلعب بغراض. لا لا مو غراض فضائي. وشو؟ هذا غراض حق واحد هنا. اختبرت ذكائي، طلع ذكائي 87.5 من 900. انت 87؟ اي يا اخي. اجل شكلي بطلع 180. هذا خلنا نشوف. ورد ورد ورد. اقص اختبار، اقص لك ذكائي انا؟ لا لا اختبر ذكائي. يلا يلا. يا دبور. هلا، اخبارك يا دبور؟ الحمد لله. وشلونك؟ طيب. انا مين؟ بوري. لا مو بوري، انا سيد بوري. انا مين؟ سيد بوري. ايوه، يعني انت الحين تمشي تسمع كلام انا بوري، انا بوري اللي ابربرها، ما في احد يبربرها الا انا، صح ولا لا؟ صح صح. وش كنت تقول لي قبل؟ سكر فمك، فمك همك. لا لا هذا مو الحين يا حبيبي، مو الحين، هذا زمان اول يا حبيبي، هذا زمان اول، الحين انا رئيسك، عرفت ولا ما عرفت؟ يلا الحين سوي لي 10 ضغط. يلا يا بابا، يلا يلا يا بابا. مو في النص، انت فنان. يلا سوي لي 10 ضغط بسرعه. يلا 1 2، ايوه لا تنسى ظهرك. 3 4 5 6 7 8 9 10. لا ما شاء الله، ممتاز ممتاز. زين يا دبور. نعم. انا مين؟ انت سيد بوري. سيد الاستاذ بوري. سيد الاستاذ بوري. سيد الاستاذ بوري. ايوه لازم تسمع الكلام الحين، ابغاك تروح فوق مع الدرج هذا، روح مع الدرج هذا، روح وتعال. زين اطلع. والشطور لازم ايش يسمع؟ مين يسمع الكلام؟ يسمع الكلام، خليك شطور. يلا روح. ايوه اطلع اطلع. ايوه تعال تعال هنا، ابغاك تنط على راسك. خلينا نشوف. انط عليه؟ نط على راسك كذا. انط على راسي؟ اي ما حد. لا لا يا دبور، لا يا بوري، خليه خليه يطلع على راسك. ايش قاعد تسوي؟ اسمع، ما عقيت بحطها على راسك، انتبه. لا لا تعال تعال، ما قلت لك استخدمها كذا. لا اسكت، تعال حطها على راسك. تعال امسك امسك، خذ 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 لك ابغى. تعال تعال. لا ولا اقولك، لا لا اطلع على الريوس كذا، على الريوس، ابا على الريوس بسرعه يا اخي، مشغول انا. ايوه اعوذ بالله يا اخي، الناس ما تسمع كلام. وقفن. ايوه خلينا نشوف. شوف الطيحه ابغاها من غير صوت. شوف اباك تطيح وتطايح، اباك تشقلب 3 شقلبات. ها لا بس دقيقه، لا اباك تطيح، اذا انكسرت ما تقول اي، ما ابغى من غير صوت. كذا كذا دبور. لا يا دبور لا تطلع من الصور. وقف 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 وقف، خلاص وقف. ها يا شرشون، ايش تبغى يا شرشون؟ تخرب علي لعبك بوري. ها نعم نعم، مو كذا مو كذا، انا قاعد العب معه يا اخي. بس مشكله مشكله مشكله. اي خلاص صح، والله كلامك صح. خلاص انزل انزل يا دبور، انزل تعال انزل. اباك تمشي بطه هنا، بطه در على هذا، بطه، عرفت البطه اللي كذا؟ انا ما اقدر انزل، هي شحوم تمنعني. ايوه ايوه
بطه يا بطه شيل الشنطه شنطه حلوه زي الحلوه بطه يا بطه شيل الشنطه شنطه ايوه ايوه يلا بسرعه بسرعه ايوه خلاص كذا كافي ولا ازيدك بعد بشم خلاص كافي انا ترى مبسوط انا اليوم لا خلاص كافي اليوم انا مبسوط اليوم ما مبسوط خلاص كافي انا اليوم ايش مبسوط خلاص كافي آه. حلو تعلمت ولا ما تعلمت؟ حركتين هي كانت في النص خلاص لا ممثل بس هذه من النص انت ممثل ممثل انت ممثل لازم تسمع الكلام وتمشي يا صاحبي شاطر خلاص يلا اقعد خلي كذا خلي اشوف احد غيرك العب معه نلعب في من؟ نلعب من بوري نعم هاي شمشون ما يصلح بصراحة السلام عليكم كيف الحال؟ سلام غريبة اليوم ما ردتوني زيرو 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 يعني اليوم كنت رايق وصح سبحان الله ها. الله يحبك يا اخي وش هذا اللي في يدك ابوري هذا السيف ذكاء الله اختبرت نفسي ايوه واختبرت دبور ايوه ودبور طلع عنده وصل 10 لا والله مو اكون دقيق معك 9.75% هذا الذكاء الذكاء عنده نازل مره نزول وانا طيب انت تبغى اقيس ذكائك؟ اي يا ريت متأكد؟ إيه لا عشان أعرف ذكائي أنا لا وش يعني؟ يعني متأكد أزيرو؟ متأكد بس ما تزعل؟ إيه بعدين على فكرة ها. أهل الفضاء أذكى بكثير من أهل الأرض بس اسمعني بقيس ذكائك بس إذا قسته ما تزعل ليه فيها زعل؟ بقيس ذكائك إيه أقيس وشو رأيك؟ يلا أيوة تعال تعال يا قلبي تعال هنا أيوة خليك بس بس أيوة كيف الحال؟ بس وش فيه ذا؟ هذا وش فيه ما يتكلم؟ هذا مصدوم من ذكائه مصدوم من ذكائه؟ نعم مصدوم من يلا شوف استحضر ذكائك استحضره والله أول مرة أشوف دبور بهذا الحال ساكت أنا مين؟ سيد بوري شاطر عشان كذا أنا ما راح أعطيك كف لأن قلت سيد بوري عشان كذا أنا ما راح أعطيك كف زي دبور ذكي زين يا سيد أنا سيد يا زيرو أيوه يا أنت مين؟ أنا زيرو أباك تمشي وتنط كذا طنق 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 أمشي كيف؟ نط أيوه 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 بس ارجع ارجع رجوع رجوع بس بس خلاص أيوه لا حلو أبغى مواهب روني مواهب مواهب يلا يلا مواهب يلا يلا يا ربي ايوه روح بس ما اعكسها يسار مو يمين لا. ايوه ايوه كذا واعكسها يمين خلينا نشوف كذا فوق اربعه فوق كدا. ايوه كذا بس هذه علامه صح ممتاز خلاص بس كافي ها شاطر روح وقف جنب دبور ها خلاص خلاص ممتاز اشوف مين بعد مين اقول يا دبور اباك تشيل زيرو لا شيله وروح فوق روح فوق شيله ودي فوق خلينا نشوف ايش يسوي فيكم يا اخي ما ادري يا اخي انا تعبان نفسيا ما ادري كيف افكر كذا الهموم اللي عندي شيله شيله مو كانك تشيل ولدك شيله شالت مجرم يا ربي ايوه عشان كذا الحين زيرو انت انسان طيب ايوه عشان كذا راح ارميك من فوق يلا بوري دقيقة وقف وقف لا 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 ليه يا شرشون؟ قاعد تسوي غلط بوري خلني افتك منه يا اخي ما تبغاه شرشون انت مو زعلان عليه؟ انا خلاص بس مو سامحته يعني؟ انا زعلان الحين سامحته ولا زعلان؟ سامحته خلاص تعال انزل انزل دبور انزل انتوا ايش تديروا؟ انزلوا خلاص 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 اقعدوا هنا شاطرين شاطرين عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا كيف حالكم شباب ان شاء الله بخير كيف ما شاء الله ما شاء الله دقيقه بالمناسبه راح نعطيكم قصيده من الاستاذ دبور اعطهم قصيده كذا عابره ما شاء الله والله ابغى بيتين قصيده قصايد بعد في ليلة مخلطة وأسطح مبلطة وكهرب منطفئ وفرشة مغبطة مددت جسمي حالما بنومة ممططة على نباح الكلب أو على مواء القطط وفجأة لاحت لنا بعوضة مسلطة فوزرطت في أذني يا هول تلك الوزرطة كأن فيها ورشة وبنشرا ومخرطة حتى انتدبت قائما وقلت إني مصفطة أدرت فوق سطحنا معارك مخططة لكنها بعوضة محتالة مخبطة أصفع وجهي إن أتت من فوقه مفحطة
ألدح ظهري إن رمت بنفسها مزحلطة، وإن ضربت كرشتي رأيتها مبنطة، حتى صنعت خطة متقنة مضبطة، جلست فيها جامدا كجثة محنطة، وهي تدور تبتغي جبهة منبسطة، فحينها صفعتها كأنها ممغرطة، ورحت أشدو فرحا بالنصر في المرابطة، لكنني في حينها سمعت بعض الوزرطة، طلع باقينا ناموس كثير وقال المطولك. تفضل يا دبور امسك الجوال، اباك تختار لي الحين 13 واحد على ما اخلص منهم واجيك. ها 13 واحد يمدحني انا، يمدح بس بوري، يمدحك انت، يمدح في اسم بوري. اسحب السحب الله اخوان. 13 واحد ابو بوري. ايش هذا اللي معك؟ ما شاء الله، هذا يا شباب هذا سيف الذكاء. ايه سيف الذكاء، وش يسوي هذا؟ نخبة الذكاء. الله، يعني انا احطها على راسك اختبر مستوى ذكائك. كم ذكاءات بوري؟ صراحة 9.75 من 100. ايه دبور. ايه دبور نازل مرة، زيرو جزء من واحد من 100. والله داري انهم صحيحين. انا اوه انا فوق، انا فوق 90، مصدوم والله اني شاك. يلا ايه؟ يلا يلا نخيص اختباركم. يلا جرب. يلا تعالوا جنب بعض عشان قياس ما شاء الله. يلا واحد اثنين ثلاثة، غمضوه عشان استحضروا الذكاء. أنا مين يا حلوين؟ سيدي بوري. لا مو سيدك، السيد بوري. ها السيد بوري. خلاص شاطر. خلاص تعالي مين أنت يا حبيبي؟ تعال تعال هنا. لا يمين جنبي، مو مين تروح هناك بعيد. زين يا مبارك، أنا مين؟ السيد بوري. أصيل؟ تبين أقولها عكس يا سيد بوري؟ لا صحيح كذا، أيوة زي يعجبني، ولد يعجبني. زين شوفوا، أنا الحين أنا سيد مركبة، وأنا راح أخذ مركبة، وراح إن شاء الله إني أسوي كل حاجة وأقود المركبة. أبغاك منتم تخدموني. انتم ايش؟ نخدمك بيدين ولا رجلينا؟ لا كلها. سمعا وطاعة. اي ابغى ايش؟ كلمة سمعا وطاعة ايش؟ سمعا وطاعة. ايوه يعني ايش معناتها يا مبارك؟ يعني ابشك. ابشر. انا اللي قلت روح نط ابشر يا سيد بوري، روح اطيح ابشر يا سيد بوري. زين؟ زين. زين دبور اخترت مين؟ في هنا تقول احلى حلقة مرة، ها ها روعة بوري. هذه عنودي. قالت ايش؟ صورت. ها ها. قفلت الجوال. قفلت الجوال؟ خليني افتح الجوال. معليش. انا احط الوجه عشان المعالم الوجه. لا هنا ما عرفني. لا خلاص فتح، عرفني الحين. هذه عنودي. وين ها ها؟ هذه. اي حلو حلو حلو. اي اختار. كيف اصور الشاشة؟ جوالك. بعد عطني جولي. طيب صورت الشاشة هذه. الآن الثاني مين؟ هذه تقول بوري موتني ضحك وماما علي. موتها ضحك؟ ايوه. خلاص حلو حلو، اهم شيء احد يمدحني. طيب ابغى مدح. طيب اعطي حذاء كمان؟ نعم ابغى مدح. طيب عندك شو اسمه؟ نعم. ما شاء الله عليك يا دبور، القصيدة مرة حلوة. لا تسحبها. لا تسحبها، أنا قلت اللي يذكر اسمي. بوري أذكى واحد في الدنيا، ريما بالإنجليزي. أنقى واحد في الدنيا؟ أذكى واحد في الدنيا. كذابة هذه. لا تسحبها. لا تسحبها، انا ابغى. ولا خاف اسحبها اسحبها، بدحتني. مين ريما؟ المفروض اللي يخش معنا بالسحب هذا جسمه واحد. انا سالتك عشان تتكلم. لا انا اقول له انا اسف يا سيد بوري، انا اسف. انا اقول له اختار اللي يمدح بوري. بعد همتي عاليه تقول بوري مبدع. ايوه ابغى، انا ابغى الايجابي، ابغى شيء ايجابي عشان اعرف كيف اتفنن واعرف كيف اعمل لكم. صح يا جماعه. يا اصيل ومبارك، ابغاكم تجوا معي تتقدموا هنا. انا اليوم راح امسك اللعبه 4 في 4 لكن اليوم 2 في 2. استاذ بوري. نعم تفضل. خلود العقيل تقول بوري الخارق يوجه الاوامر ويحولها للتنفيذ. انا ما اوجه الاوامر الا في التنفيذ. حط صورتك. ما عندي لعبه. حط صورتك. حط صورتي؟ ايه؟ ايوه انا ابغى لي، معلش ابغى يصوروا لي، اعطوني الكاميرا لو سمحتوا، ابغى صوره بالسيف المبجل ومعي الذراعات اليمين واليسار. مالك يوسف يقول بوري انت عسل، انت بطل، انت اقوى من الجبل. نبغى يا جماعه صوره، اول 5 صور يدخلون السحب معنا. والله اللي بطل اللي كتب لك السيناريو ذا هو اللي بطل. يا زيرو مرحبا. ترى راح اعلق على رجولك من فوق. انا ما اقول الا بوري بطل. ايوه بوري كويس. ترى انت فنان. ايوه والفنان يسمع الكلام، ترى راح امد يدي. طيب ابشر واعلق على هناك. ابشر ابشر, أبشر, أبشر. يلا شباب انتم دوروا لين اشوف لكم فكره. لفوا لين اشوف لكم فكره. يمين ولا يسار؟ لا انت من يسار انت من يمين. تمام يلا سمعنا وطاعه. يلا ايوه لفوا لين. بوري تميم الاحمر يقول بوري افضل رئيس. ايوه
تميم الأحمري لا توقفون لين أعلمكم لين تروحون سمعان وطاعة حكم تميم الأحمري اي خليك حكم أحمري على السحر يلا 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 ليونة تقول بوري طلع حرة 24 يوم من دبور على صحيح على صحيح دخل السحر دخل السحر ليونة كلام مو عاجبك هذا؟ ياس لا عاجب لا مو عاجبك ولا مو عاجبك؟ عاجبي عاجب سيد بوري نعم هذا أصيل وقف شوية لا يكمل ايوه خليك حكم معاه خليك حكم معاه في ناس صوروك ريماس ولا اقول لك روح لف معاهم لف معاهم انا ايوه لف لف يلا 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 لفوا لفوا وقف يا مبارك وصي وقفوا وقفوا معليش اباكم اصير مبارك وجيكم هنا وبايدك شوف ايدك كذا تمرين تمرين رياضه تمرينها رياضه ها ولا شوف سووا كذا حقت المدارس 1 2 3 4 اختار يا دبور ايش قال عليكم ورحمه الله وبركاته السلام. ما شاء الله تبارك الله اليوم ايش فيكم قلبينا حصه رياضه تعال صف معاهم صف معاهم صف صف وش اصف معاهم صف يلا تعال لا لا انا كل صباح اتمرن 1 2 3 4 خليني اجيك ورا هنا شويه لا تعال انا اجيك تعال ايش فيهم الشباب ما شاء الله عليك يا اصيل مبارك ايش فيكم رياضيين اليوم ما شاء الله اليوم وزيرو معهم بعد اي ودبور مثقف يقرا من الهاشتاج ايوه وش السالفه ايش عندكم لعبه ولا ايش يا اخي اليوم ما شاء الله فيهم كميه نشاط لا اله الا الله ممتاز النشاط ممتاز والحركه ممتازه نعم. وهذا شيء صحي بصراحه اكيد 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 صحي شيء صحي ايش بس اللي يسويه زيرو هذا مو صحي بصراحه ما ادري ايش قاعد يسوي لا هو تمرين على حسب اها تمرين لل نعم. ايوه الحين ايش اللي بيدك هذا يا هذا طال عمرك يا استاذ فضائي هذا سيف قياس الذكاء كيف؟ سيف قياس الذكاء، معليش ممكن يقرا تغريدتين تسمعه؟ بوري ايش فيه؟ قصدي دبور ايش فيه ساكت؟ لا اقرا هاشتاج، تفضل يا دبور اقرا تغريدتين حيفاء ابراهيم تقول بوري البطل المبدع شوف يمدحون بس يمدحون بوري بس لوحده لا وش السالفة اليوم؟ وش السالفة؟ ما في شيء، الحمد لله الله حافظنا والأمن والأمان دايم علينا، اللهم لك الحمد، ما في شيء أها، يعني الحين ما علمتني السيف هذا اللي معاك حق الذكاء كيف ما فهمت هذا قياس الذكاء تبغاني اقيس ذكائك لا لا ما يحتاج انا اقيس ذكاء الشباب كلهم هذا تحطه يعني في فمك وكذا لا لا احطه في راسك لا في راسك وشو كذا احطه على راسك واقيس ذكائك اها ايش رايك هو ما في امل تاثر فيني اصلا يعني ما عرفت يعني مستوى ذكائي انا اصلا عالي جدا صح يا لا هو شوف هو تسوي ذي كذا شوف وشو وش جاك؟ وش جاك يا اضغط زي كذا يعني؟ ها؟ وش لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بوري ايش فيك؟ انت مين؟ انت انا مين؟ انت تسالني الحين انا فضائي انا فضائي. مزروعة وسط الزرعة. انت تشوفني زين يعني؟ تشوفني زين انا مين؟ انت الاستاذ المخضرم السيد الاستاذ فضائي. لا حول ولا قوة الا بالله. الحين خليني اركز اصبر اصبر خليني اشوف السيف هذا شكله هذا السيف هو البلاء اه اي الحين فهمت خلني اضغط كذا على زيرو اشوف خلني اضغط على زيرو ايوه خلاص الحين شكل الفعاليه راحت زيرو ايوه كيف حالك بخير الله يسلمك كنت تعرف ايش تسوي قبل شويه ها كنت تعرف ايش قاعد تسوي ما ادري ايش قاعد اسوي انا دخلت اسلم على بوري دبور وشايفهم قاعدين يلعبون لعبت معهم طيب هذا السيف شفته قبل كذا ذكرته هذا السيف حق التحكم الحين عرفته اها خلنا نشوف اصيل خلنا اضغط في اصيل ومبارك اصيل وهذه المبارك ايوه بس ايش قاعد يسوون قبل شيء ما تدرون سمعا وطاعة لسيد بوري ما نضغط الزر شكله خلاص ليش اللي يوجعني انا يشجعك لان قاعد تتمرن لك ساعة هنا الحين انا اتمرن؟ ها الحين عرفنا السالفة باقي دبور بس باقي دبور وبعدين بوري نرجع له الحين نوريك ها دبور خلاص دبور كيف حالك؟ هلا تتذكر ايش كان قبل شوي واحد يسوي؟ اي بس حتى عضلاتي تعورني والله اكيد تعورك لان صفك الرجال اصلا طيب ما في مشكلة الحين ما انتم فاهمين السالفة؟ لا ان شاء الله هذا بوري معاه سيف هذا السيف اللي بيدي هذا سيف التحكم فهو قاعد الآن يضغط عليكم وخليكم يتحكم فيهم فالآن هو ضغط بوري. على نفسه بوري يسوي كذا أيوه هي أنا لحظة بوري سوى فيها كذا أيوه شكلك أنت طالبه يعني هذا السيف اللي أنا طلبته من العصابة
وين يا جرجون انت دبور؟ انا تسوي فيني كذا؟ لا استاذ دبور كيف حالك؟ لا 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 يا بوري دبور هد اعصابك لسه الرجال الان هو الان يسمع كلامي تسوي فيني كذا؟ سيب والله شوف يا اخي طقني سيب ايوه اسمع كلامي بس يا فضائي خذ حقنا يا فضائي ما اظن هذا خذ حقنا سيد فضائي نعم انا احس فيك انت حنان الام انت حنان الام تعال شيلني اسمعني شيلني سيف فضائي لا ما بشيلك في ورده ورا صح اي ورده حلوه خذها شوف هاي الورا ورده الله هذه ورده ايوه يا سلام حلوه هذه وخلك مزهريه معها اخذ مزهريه معها خلك ورا مزهريه كدا؟ لا حطها فوق راسك روح جلس هناك وحطها ايوه وخلك هناك ان شاء الله خلاص الحين عرفت السالفه انا كان بوري يتحكم فيكم ويتامر عليكم بهذا الجهاز وهذا بصراحة يعني شيء خاطئ يعني خطأ كبير من بوري استمر صراحة يا بو يا فضائي أبهرني بوري يعني لأول مرة يعني يشغل مخه كويس أبهرني بس الله يهديه إن ليه تدخلني معه لو دخلني أنا معه يعني يا فضائي يا دبور أنا بعرف الحين هذا اللي معك الحين مين عطى بوري مين عطاك هذا أكيد بتلقى جوابه أجل عند شرشون هذا أكيد إنه هو له دخل في السالفة يا شرشون وهو اللي بيقول لك شرشون أنت اللي معطي بوري هذا أنا نايم أنت نايم طلعك يا شرشون تكلم مع زيرو تكلم زيرو يا شرشون أنا كم مرة أقول لك الأشياء المهمة اللي في المركبة والأشياء الخطيرة تحافظ عليها قدرة تعطي أي واحد صراحة أخطيت يا شرشون بهذه الفعلة يا شرشون ليش يا أخي حرام عليك يا أخي أنا زعلان منك يا سيد زيرو ازعل مني بس لا تزعل على أنا خلاص آسف يلا فضائي يعني صيح الحين ما في مشكلة خلاص نسامحه إن شاء الله السيف هذا الآن أنا بكسره بصراحة والإنسان مهما كان لو كان هو يعني زي ما قالوا مدير كان مسؤول كان عريف في الفصل ما يتحكم في الناس بطريقة خاطئة حتى لو جاتك السلطة تكون أنت عادل ما بين الناس وما زي ما قالوا تخليهم يخدمونك بطريقة خاطئة صح هذه أمانة إذا جتك السلطة فهذه أمانة حاول تحافظ عليها وتكون مؤتمن فهمتوا يا شباب كلكم صح عشان كذا أنا عطني السيف يا أستاذ فضائي أنا أعرف أخبيه في مكان كويس إن شاء الله بس أنت زي ما قلنا ها السلطة في الخير وليس في الشر إيه أنا بحاول إن أنا طيب. كل خير يا أستاذ فضائي طيب يلا أنا بروح أستأذنكم الحين يلا مع السلامة مع السلامة لي تفاهم معاك طال عمرك لكن ما هو الآن ها بعد اللعبة هلعب معاهم وبتفاهم معاك بذي ها وين سيد الآن بفكة بوري صحيت ها هلا هلا حياك الله هلا شو بفوق هلا إيه صح اسمع طال عمرك بعدين ها بعدين بعد اللعبة أبغاك في هذه ها دريت أنا وش سويت إيه دريت أوريك شغلك أنا علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع